بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم متابعي مصر اليوم من امام قصر النصر في باريس. النهارده افتتاح الاولمبياد، الحدث الذي ينتظره العالم كل 4 سنوات. النهارده باريس وتضع بصمتها بان اقامه الحدث خارج اسوار الملاعب والاستادات، ويقام النهارده الحدث في على ضفاف نهر السين. النهارده اكثر من 1 مليار متابع يتابعون اكبر واهم حدث عالمي في الاولمبياد. باريس تتزين لاستقبال الحدث. النهارده في اعداد كبيره من السائحين بتتواجد. النهارده البلد اجازه، سمعنا عن انه اغلب الطرق المؤديه لباريس تم اغلاق القطارات، لكن هنا في باريس كل الامور يعني على اعلى ما يرام. الناس كلها بتستمتع بالاجواء. النهارده درجه الحراره برضو رائعه. خلينا نتكلم النهارده، نشوف الحفله ونشوف اعتقد شيء رائع، لان الشعلة الاولمبيه منذ فتره طويله انطلقت على نهر السين، وعلى ضفاف نهر السين التف الالاف متابعين الشعلة. خلينا برضو نركز شويه على بعثه المنتخب او بعثه مصر. كلنا عارفين ان المنتخب الكروي بدا مهامه، وللاسف الشديد بدايه محزنه بالتعادل مع الدومينيكان، لكن لسه الامان ممكنه. غدا ان شاء الله في مواجهه مهمه امام اوزبكستان، وهي ان شاء الله المنتخب يقدر يحقق الفوز عشان يحسم التاهل. بكره كمان في مواجهات مهمه جدا، منتخب اليد يبدا رحله البحث عن ميداليه اولمبيه، كمان منتخب الطايره بكره ان شاء الله يحلق في سماء باريس بانجاز غير مسبوق. الالعاب الفرديه بكره عندنا منافسات مهمه في الملاكمه، في التاديف، في الرمايه، والاهم بكره السلاح. زياد السيسي ان شاء الله بكره يبدا دور ال 64، كل الامال تتعلق عليه لحصد ميداليه، خاصه ان هو المصنف الاول العالم. ان شاء الله نتمنى ان هو ثاني ايام الاولمبياد يكون اول ميداليه للمنتخب. هو زياد السيسي تحدثنا معاه وقال لك انا اتمنى ان انا يكون فتحه خير في بدايه الميداليات نحققها ان شاء الله. كمان اتكلمنا مع جنى لاعبه القوس والسهم اللي احنا امبارح كلها الناس يعني تحدثت عنها، حققت المركز 63. هي قالت يعني لا تقصوا عليا، وبتكلم انها بطله افريقيا، بطله اسيا، محققه التصنيف بتاعها كمان على مستوى العالم 150، فبتقول مشارك وسط 64، فده هي شيء جيد. لعيبه صغيره في السن، نتمنى ان شاء الله التوفيق. ونحن حدثنا امبارح كان في حديث مطول في الاحتفاليه الرسميه التي اقامها السفير المصري في فرنسا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وعدد كبير من رؤساء الاتحادات. عن امبارح كان يشغل الجاليه المصريه، بس هنتكلم على حدث جنى والمنافسه. والدكتور اشرف صبحي قال ان هو في بعض اللعيبه بتبقى مشاركه للمنافسه، وفي اتحادات معينه نتوقع من 6 ل 8 او 10 ميداليات، وفي لعيبه بتبقى للمشاركه، وفي لعيبه صغار السن المشاركه. ان احنا عندنا 148 مشارك اكبر بعثه، فان شاء الله كل التمنيات لبعثه المنتخب المصري. احداث كثيره النهارده، القريه الاولمبيه برضو يعني لو ان شاء الله هنعمل دوله فيها لو امكن، التجول بها كله بالدراجات، اللعيبه النهارده يعني حدث جديد عليها انه ما فيش غير ماشي غير بعجل في القريه الاولمبيه، رسائل الاتحادات او حاجه. الاجواء في القريه الاولمبيه برضو جيده، في تفاؤل بالبعثه المصريه. غدا ان شاء الله وزير الشباب والرياضه يتوجه لصحبه السفير لمتابعه مباراه المنتخب الوطني. كل الشكر لكم، ان شاء الله ان تتولى رسائلنا من باريس.